أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى محافظة الحديدة، الأبعاد والدلالات. قال مارتن جريفيث إن أنظار العالم تتجه صوب الحديدة، وأنه جاء ليعرف بشكل مباشر كيف يمكنه كأمم متحدة الإسهام في حماية الناس في المدينة من التعرض لمزيد من الدمار. ورد ذلك في بيان أصدره في ختام زيارته للحديدة. البيان كما يرى البعض بدا باهتا ويفتقر لشيء من الصراحة لتوصيف مشكلة الحديدة التي يبدو أنها محل مناورة سياسية ليس أكثر. تستمر المناورات السياسية أيضا بينما تتوسع الهوة الإنسانية وتتضاعف أرقام الضحايا. بالتوازي يجري الحديث عن دور محتمل للأمم المتحدة لإدارة الميناء، فيما غاب الحديث تماما عن مغادرة الميليشيا للمحافظة والميناء باعتباره الحل المباشر لإنهاء معاناة ثاني أكثر المحافظة سكانا. في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث نتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: أبعاد زيارة جريفيث للحديدة ودلالات الزيارة من حيث التوقيت والبرنامج. يقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بزيارة للحديدة، هي الأولى لمبعوث أممي إلى هذه المحافظة المهمة جيوسياسيا والمنكوبة إنسانيا منذ انقلاب سبتمبر 2014. وبالتزامن مع وجود جريفيث، شنت ميليشيا الحوثي قصفا مدفعيا من داخل أحياء المدينة باتجاه مواقع تمركز قوات الجيش والمقاومة الشعبية شمال وشرق المدينة. هذا التصعيد يضع المبعوث الدولي في امتحان إزاء مصداقيته تجاه الوضع المتأزم أمنيا وإنسانيا في المحافظة التي يقع أكثر من 70% من سكانها تحت خط الفقر، وأحوج ما يكونون للإغاثة العاجلة رغم وجود أكبر مخازن للإغاثة في المحافظة. لعل الاختبار الحقيقي لزيارة المبعوث الأممي هو قدرته على الاطلاع عن كثب على التداعيات الإنسانية للانقلاب والحرب على حياة سكان المدينة المنكوبة، وكذلك إمكانية زيارته لسجون الميليشيا التي تحتجز فيها العشرات دون أي إجراءات قانونية ولأسباب سياسية، إضافة إلى إمكانية زيارة الأحياء الواقعة على خطوط المواجهات والتي تعيش أسوأ الظروف الإنسانية، خصوصا منظر والربصة وغليل وسبعة يوليو والخمسين. سيكون متاحا للمبعوث الأممي أن يتعرف عن قرب على الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان الحديدة في ظل تمترس الميليشيا بهم وما استحدثته من حفريات وخنادق، وكيف قطعت أوصال الشوارع ودمرت شبكات المياه والكهرباء، وكيف أنها استخدمت عشرات الحاويات من الميناء متارس وملأتها بالتراب وقطعت بها بعض الشوارع، وكيف أنها سيطرت على المستشفيات وأعطت الأولوية لجرحاها وأتباعها على حساب المرضى الفقراء. لكن التساؤل الأهم سيتركز حول ما سيقوله جريفيث عن مشاهداته في الحديدة وحقيقة ما رآه واطلع عليه. هل سيكون دقيقا أم مراوغا ومنحازا؟ أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من العاصمة الأردنية، المحلل السياسي عبد الناصر المودع، وأيضا من الحديدة الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. وأبدأ مع الزميل الصحفي عبد الحفيظ من الحديدة. لو تضعنا في البداية في أجواء زيارة جريفيث للحديدة، وما هي ردود فعل الشارع هناك؟ المبعوث الأممي زار مدينة الحديدة على وقع ثلاث صواريخ أطلقتها من قلب مدينة الحديدة، وربما سمع الرشقات بالمدفعية من داخل الأحياء السكنية التي تتمترس الميليشيات بقرابة 300 ألف نسمة من السكان داخل مدينة الحديدة، وحولت مدينتهم إلى خنادق وفخاخ وإلى مؤسسات ومباني ومستشفيات ملغومة في العديد من المناطق الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة. ربما المبعوث الأممي اليوم لاحظ الحجم الكارثة التي صنعتها الميليشيات داخل مدينة الحديدة وداخل الأحياء السكنية وداخل المؤسسات الطبية الخاصة والعامة. ربما رأى ذلك الحجم الهائل للمتسولين، جيوش المتسولين في شوارع مدينة الحديدة.
ربما رأى وربما حاولت أمهات المختطفين أن تقابل مارتن غريفيث الذي وصل إلى مدينة الحديدة، وكانت تتمنى أمهات المختطفين أن يعرض لهم حتى خارطة بالسجون السرية للميليشيات. كان على المبعوث الأممي أن يتفقد الأحياء المنكوبة بالملاريا بحمى الضرك وبالكوليرا، كان عليه أن يزور الكثير من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، كان عليه أن يلاقي الآلاف من الصيادين الذين تضرروا من هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات، كان عليه أن يتوجه إلى مديرية الخوخ التي أيضا تعتبر محررة، ويلاقي ما يقارب 40 صيادا من أهاليهم الذين قتلتهم الشافيز السفينة الإيرانية في قلب البحر الأحمر في المدخل باب المندب بالبحر الأحمر. كان عليه أن يلتقي بالمئات من أهالي وأطفال ونساء المختطفين والمعذبين داخل السجون، كان عليه أن يلتقي بعشرات الآلاف من الموظفين الذين حرمتهم الميليشيات من أرزاقهم ومن رواتبهم، كان عليه أن يلتقي برؤوس الأموال التجارية وما يتعرضون له من ابتزاز، كان عليه طيب أن تسرد الآن مجموعة ويرى مشهد الكارثة. طيب أستاذ عبد الحفيظ، إذا ماذا كان في برنامج مارتن جريفيث في زيارة الحديدة؟ ما هي الأماكن والمواقع ومن هي الشخصيات التي التقى بها؟ البلاغ الصحفي الصادر عن المبعوث الأممي كان واضحا أنه التقى قيادة جماعة الحوثي في المحافظة، وذهب زائرا إلى الميناء ليطمئن العالم بأن الميناء لا يزال صالحا لتمرير الإغاثة الإنسانية، وهو صالح ولم يتعرض للقصف من أي جهة كانت، كما قص ميليشيات الحوثي وحاولت أن تقصف في الأيام القليلة الماضية بصاروخ باليستي أطلقته من ميناء الصليف باتجاه ميناء الحديدة لإحداث ضرر لتتسول بهذه الفجعة لدى المجتمع الأممي. المواطنين للأسف الشديد وحتى الناشطون اليوم عندما يعني رصدنا تعليقاتهم في صفحات الفيسبوك وخاصة أبناء محافظة الحديدة استنكروا هذا الصمت وهذا الصمت المزري لمبعوث الأمم. كان يفترض أن يتحدث عما حدث في مدينة الحديدة وعما شاهده في مدينة الحديدة، ونحن ننتظر طبعا التقرير التفصيلي للمبعوث الأممي عما شاهده بمدينة الحديدة، هل سيكون مهنيا باعتباره مسؤولا أممي أم سيكون منحازا وينظر بعين عوراء لما شاهده بمحافظة الحديدة بالنسبة للميليشيات. كان يفترض على الأقل أن يشير حتى في البلاغ القصير البلاغ الصحفي إلى إدانته لعملية قصف مدفع، رغم أن قواته الشرعية لم تطلق حتى بشهادة المتحوثين لم تطلق قذيفة واحدة باتجاه مواقع الميليشيات في شمال وشرق وجنوب مدينة الحديدة. طيب أرحب بضيفنا من الأردن المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، بداية قراءتك لزيارة جريفيث للحديدة ودلالة هذه الزيارة من حيث التوقيت الآن. مساء الخير وتحية لك والأخ عبد الحفيظ. يعني كما معروف أنه مدينة الحديدة هي كانت البؤرة الرئيسية في المواجهات في الفترة الأخيرة، والعالم أيضا جزء من التحركات الدولية تتعلق بمدينة الحديدة، وبالتالي زيارته هدفت بالأساس إلى أن يطلع ميدانيا، خاصة وأنه رافقه في هذه الزيارة مسؤولة الأعمال الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وكذلك مدير برنامج الغذاء العالمي، وبالتالي الهدف الرئيسي هو البحث عن وسائل وإجراءات تتعلق بضمان استمرار تدفق حركة السلع من الميناء وإلى الحديدة ومن الحديدة، وهو مضمون المشروع القرار البريطاني. مشروع القرار البريطاني يتعلق بأن يكون هناك طرق آمنة الخروج ودخول المساعدات وخاصة المواد الغذائية من الحديدة، وبالتالي الهدف ليس كما تمنى الأخ عبد الحفيظ أن يزور الحديدة ويقدم تقرير عن حالة الحديدة. نعلم أن من رتب له الزيارة هم الحوثيون، وبالتالي إلى حد كبير سيرتبوا زيارة تتكيف مع ما يريدونه أن يطلع عليه، ولهذا هو لا أعتقد بأنه تقدم ودخل إلى مدينة الحديدة وشاهد الخنادق وشاهد
ما يعتبر انتهاك أيضا لقوانين الحرب، كون الحوثيين الآن يتمترسون في مناطق مدنية. ولا أعتقد بأنه من مصلحته في الوقت الحالي، هو من مصلحة رغبته بأن تجرى المفاوضات، أن يشير إلى أي مؤاخذة أو إلى أي أخطاء من قبل الحوثيين أو حتى من الطرف الثاني، لأنه يريد في الوقت الحالي أن يظهر وكأنه بصفته وسيط محايد. طيب أستاذ عبد الناصر، الآن هذه الزيارة كما ذكرت أن جاءت بالتنسيق مع الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، الحديدة ليست بكامل أراضيها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، هناك أيضا مناطق تحت سيطرة التحالف والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، لماذا غاب التنسيق مع الحكومة الشرعية ولم يزور المناطق الخاضعة لسيطرتهم برأيك؟ لا، أولا كما ذكرت لك لم يذهب للحديدة ليقدم تقرير عن كل مشاكل الحديدة، هو ذهب فقط لقضية الميناء أساسا، والميناء خاضع الآن لسيطرة الحوثيين. أيضا نعرف أن معظم مدينة الحديدة، المدينة والمناطق السكنية، لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، ولم يكن في برنامج زيارته أي مناطق أخرى، لهذا من الطبيعي أنه لم يزر المناطق التي هي تحت سيطرة القوات، بين قوسين القوات المشتركة. لهذا يعني هذا أمر منطقي. لا نتوقع الكثير من هذه الزيارة، هذه الزيارة كما ذكرت لك هي زيارة يعني جزء منها بروتوكولي، أيضا هي تصب في خانة الحوثيين، لأنه المبعوث الأممي يريد أن بين قوسين يسترضي الحوثيين لكي يذهبوا إلى مفاوضات السويد، لا يريد أن ينحرج موقفه كما حدث عندما رفض الحوثيون في آخر لحظة الذهاب إلى جنيف، ولهذا هو يقوم بكل الوسائل، وسائل الترضية التي تسهل له مهمته في جمع الأطراف في مفاوضات السويد، وهذا يبدو هو أقصى طموحه في الوقت الحالي. طيب أعود للصحفي عبد الحفيظ الحطامي، جريفيث في بيانه المقتضب قال بأن ربما من أهداف هذه الزيارة التعرف بشكل مباشر عن ماذا يمكن للأمم المتحدة تقديمه للتخفيف من معاناة الناس في الحديدة، إلى أي حد الشارع في الحديدة والمواطنين المدنيين بشكل خاص يراهنون على دور الأمم المتحدة فعلي للتخفيف من معاناتهم؟ نعم أخي الكريم، السكان قرابة 3 مليون نسمة في محافظة الحديدة يأملون تدخل أممي، وذلك في الجانب الغذائي وفي الجانب الدوائي وفي جانب مواجهة الكوارث البيئية والصحية، إضافة إلى الجانب الحقوقي فيما يتعلق بالاختطافات والاعتقالات والقتل خارج القانون والكثير من هذه القضايا التي كان يعني حتى يدرجها ضمن البروتوكول، الزيارة البروتوكولية للمبعوث الأممي، كان عليه أن يدرج على الأقل مديرية الخوخة وما تعرض فيه النازحون ضمن زيارته طبعا، وما تعرض له النازحون أو المخيمات النازحين من قصف همج ومجازر تكبت أيضا في مديرية حيش، كان يجب أن يدرج ضمن هذه الزيارة يعني هذه المناطق لكي يكون مهنيا يعني على الأقل، كان أيضا أن يطلع إلى صوادع الغلال التي تتمترس فيها الميليشيات، ربما شاهدها وهو يدخل الميناء إلى اليوم. الحديث بحسب مصادر في إدارة الميناء لم يكن يبحث عن تفاصيل بقدر ما يبحث عن شيء هو حاصل أصلا، وهو أن ميناء الحديدة يعني لا زال يعمل بشكله الطبيعي من الجانب المهني، من حيث من دخول البضائع وخروج البضائع، لا تزال السفن تصل ويعني ذهابا وإيابا، بضائع للقطاع الخاص والعام يصل ذهابا وإيابا من مدينة الحديدة، لا مشكلة. هناك بحث في إطار ما يسمى بإدارة أو إشراف أممي على هو يهيئ لهذا الموضوع، إشراف أممي على إدارة الميناء، وبالتالي أعتقد أنه
سيصطدم بواقع آخر وهو أن الحكومة الشرعية تطالب بتسليم الميناء وأيضا خروج العناصر المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي مدينة الحديدة طبعا، وهذا ما يرفضه الحوثيون من في الخروج من مدينة الحديدة، وقد يقبلون بإدارة محايدة في الميناء لكنهم يرفضون، وبالتالي سيكون وضع الميناء بأيديهم لأنهم جزء من أصبحوا جزءا إداريا لهذا الميناء وجزء من تكوينات هذه المدينة وإدارتها، وبالتالي للأسف الشديد السكان والمواطنون والناشطون ونحن كإعلاميين وصحفيين يعني للأسف يعني ننظر بإحباط صراحة شديد، لأنه تكررت المناشدات الإنسانية منذ إيقاف الحرب قبل خمسة إلى ستة أشهر، وقالوا لجانب إنساني، وفي الأخير اتضح أنه الحوثيين خلال خمسة أشهر توسعوا في حفر الخنادق، توسعوا في إدخال الأسلحة الثقيلة القادمة من صعدة وصنعاء والمحويد، توسعوا في إدارة المعسكرات، توسعوا في المزيد من تفخيخ المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي أعتقد أن هذه الفترة خلال الأيام الماضية الحوثيين عملوا بشكل كبير وهائل في اتجاه المسار العسكري وتثبيت قواعدهم وتثبيت قدراتهم الدفاعية وأيضا العسكرية داخل مدينة الحديدة. أشكرك عبد الحفيظ الحطام الصحفي من الحديدة، أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. إذا ربما تركيز على الميناء في هذه الزيارة، وربما كما قال عبد الحفيظ أنه تهيئة أو رغبة لدى الأمم المتحدة في تهيئة لإدارة الميناء من قبل الأمم المتحدة، هل ستقبل الحكومة الشرعية التخلي عن إدارة الميناء للأمم المتحدة، وأيضا هل ستقبل ميليشيا الحوثي الخروج من الميناء؟ يعني أولا من الناحية الفنية لا يمكن للأمم المتحدة أن تدير الميناء، الحديث يدور الآن حول إشراف، بمعنى أن يكون هناك عدد من الموظفين، البعض يتحدث عن 3 موظفين، حتى لو افترضنا 10-20 موظف أممي عمليا لن يغير من عمل الميناء شيء، يعني سيظل الميناء فعليا تحت سيطرة الحوثيين، لأن الأمم المتحدة لا تستطيع ولم تقترح بأنها ستدير الميناء. إدارة الميناء معناه أنك تدي آلاف الموظفين، هذه المسألة غير ممكنة، لا الوقت يسمح بها ولا أحد أيضا مستعد بأن يتحمل تكاليف وإجراءات أمنية لضمان هؤلاء، وبالتالي الحديث يتم حول إشراف، هم يتحدثوا عن إشراف بمعنى سيكون هناك عدد من الموظفين الدوليين في ميناء الحديدة، بينما الأعمال الإدارية والفنية بما في ذلك الحراسة بما في ذلك الجمارك كلها ستبقى على حالها وهي عمليا تحت سيطرة الحوثيين. وهذا الكلام من أكثر من سنة يتم تداوله، الحكومة لها مطلب من وراها التحالف بأن ينسحب الحوثيون من مدينة الحديدة، في السابق كان يتم الحديث عن انسحاب من محافظة الحديدة، وطبعا هذا الكلام غير واقعي لأن الحوثيين عمليا لن ينسحبوا، حتى الأمم المتحدة لم تطالبهم أو حتى الوسطاء الدوليين لم يطالبوهم، حتى الولايات المتحدة تتحدث عن طرف محايد يدير الميناء، يعني الكل يتحدث عن الميناء فقط لا يتحدث عن مدينة الحديدة، ولهذا من المبالغة التوقع بأن الحوثيين بأي شكل من الأشكال سينسحبوا هكذا بدون قتال بدون أن يخسروا المعركة، هم مستعدون للمعركة، وهذه المعركة كانت من البداية كانت معركة خاسرة، أنا من وجهة نظري كانت خاسرة إنسانيا، الآن هناك 600,000 نازح في هذه المعركة، الاقتصاد الحديدة تدمر بشكل كبير، توقفت الحياة على الأقل حاليا في المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة، هناك احتمال بأن تدمر بقية مدينة الحديدة، المساكن المنشآت العامة، هناك احتمال أن يتدمر الميناء، والاحتمال الآخر هناك احتمال بأن يضغط المجتمع الدولي وأن يوقف الحرب في هذه النقطة، ووقف الحرب في هذه النقطة هو نصر الحوثي وليس نصر للطرف الثاني، وبالتالي كانت المعركة معركة خاسرة. أنا منذ أكثر من سنة ونصف تحدثت عن هذا الكلام وقلت عندما تصل القوات إلى مشارف الحديدة احتمال أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يصدر قرار مجلس الأمن وأن يوقف المعركة في هذه النقطة، وهنا ستكون خسارة تامة للتحالف للحكومة الشرعية ونصر للحوثي.
طيب استاذ عبد الناصر، العمليه نشرك معنا العمليه ليست كما يتم تصويرها. اولا هناك مبالغه في ان العمليه سهله عسكريا وانها من الممكن الفوز بالحديده بكل سهوله. ايضا من ناحيه اخرى كان هناك مبالغه في المردود السياسي والعسكري لمدينه الحديده، وهذا امر يعني غير صحيح، اضافه الى اشياء اخرى. تفضل. طيب نشرك معنا من مارب الباحث السياسي دكتور احمد علي وهان. اهلا بك دكتور احمد. يا مرحبا. دكتور، ما رايك بتعليق البعض من انه يقول ان الاطراف السياسيه ما زالت تناور سياسيا فقط على حساب الوضع الانساني في الحديده؟ الاطراف السياسيه من؟ الاطراف الدوليه. من تقصد؟ الاطراف الدوليه. الاطراف الدوليه. على كل حال يعني بالنظر للزيارة الأخيرة والبيان الصادر عن زيارة مارتن جريفيث، المبعوث الأممي الآن عندما جاء وهو في أجندته مشروع القرار الذي تعمل عليه الآن بريطانيا، الصورة هكذا واضحة. أما المرجعيات القرار 22/16 والحوار مخرجات الحوار الوطني والتي تعتبر وثيقة سياسية معمدة للأمم المتحدة، والمبادرة الخليجية، هذه المرجعيات وضعها على جنب وجاء يحمل مشروع القرار الأممي لوقف الحرب بدعوى الحالة الإنسانية. الحالة الإنسانية هذه نحن نشبهها الآن أن الأممي هذا وبريطانيا يتكلموا عن الحالة الإنسانية أشبه بقميص عثمان كلب. الحالة الإنسانية تستدعي إما أن هذا الوسيط يقنع الحوثيين الميليشيات بالخروج أو يدعموا الشرعية للتحرير إنقاذا للمواطن الاتهامي، للإنسان الاتهامي، للإنسان اليمني بشكل عام. أما أن يردم بالمرجعيات التي تعبر عن إرادة الشعب اليمني وتعبر عن إرادة إقليمية ودولية ويأتي بهذا المشروع، فهذا الآن يعمل لصالح ميليشيا. هذه الذي انا افهمه من هذه الزياره. تفضل. طيب استاذ عبد الناصر، اختم معك بما جاء في بيان جريفيث بانه عندما اشار الى ضروره انه من الان بشكل عاجل يجب على الامم المتحده ان تنخرط في مفاوضات تفصيليه، ما الذي يمكن فهمه من عباره الانخراط الفوري في مفاوضات تفصيليه؟ هو يتحدث في البيان عن مشاورات تفصيليه حول قضيه ميناء الحديده ومدينه الحديده، وهذا يعني نحن لازلنا سندخل في مفاوضات تفاصيل صغيرة لقضايا تعتبر هامشية مثل قضية ميناء الحديدة وطرق ميناء الطرق من الحديدة إلى خارج مدينة الحديدة وغيرها من الأمور. وهذه معناها أن المسألة لا زالت طويلة جدا، لأنه نعرف أنه الجميع الفجوة واسعة بين جميع الأطراف، وبالتالي لا أتوقع بأن يصل المبعوث خلال على الأقل خلال الفترة القادمة إلى ما قبل إجراء المشاورات إلى أي شكل من أشكال الاتفاق، إلا إذا تمت العملية بالتفاهم والتشاور مع الحوثيين فقط، بمعنى أن يقبل الحوثيون إشراف محدود على ميناء الحديدة، وهذا أقصى ما يمكن أن يقدمه الحوثيون هو أن يقبلوا بإشراف محدود على ميناء الحديدة وإجراءات معينة يتم التفاهم حولها فيما يتعلق بخروج ودخول السلع والسكان من وإلى الحديدة. شكرا لك المحلل السياسي عبد الناصر المودع من الأردن. أعود للدكتور أحمد. دكتور أحمد، ما هي الخيارات المتاحة الآن؟ أنت تتحدث عن أنه الحل من وجهة نظرك لمعركة الحديدة إما أن تنسحب ميليشيا الحوثي من المدينة أو أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لاستكمال تحرير المحافظة، وهذين الخيارين ربما صعب أن يتم إنفاذهما على الأرض الآن وفق المعطيات الموجودة الحالية. بالنسبة لك ما هي، هل هناك خيارات أخرى ممكنة ومتاحة تقرأها وتستشرفها فيما يخص معركة الحديدة؟ الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية عندما استنجدت في التحالف العربي استنجدت بهذا التحالف من أجل ردع هذه الميليشيا الانقلابية
ورفع الانقلاب عن الشعب اللبناني. اليمن تقوم مؤسسات دستوريه، مؤسسات قانونيه. هذه ميليشيا جاءت واكلت الاخضر واليابس، دمرت نسيج الدوله بشكل عام بدون يعني ما عاد نفصل، والعالم يعرف هذا جميعا. الان الشرعيه مع نفسها الطويل، الشرعيه لديها نفس طويل في التعامل مع هذه الميليشيا، يعني رحمه بهذا الشعب، من اجل هذا الشعب. اذا هذه الميليشيا اصبحت تتكئ على هذه الامم المتحده او على قوى دوليه من اجل البقاء في 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 هذا الوضع، وهذا شيء مؤثر على 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 الانسان السهامي والانسان اللبناني بشكل عام، فليس هناك من خيار امام الشرعيه الممثله بالرئيس ان يوجه الجيش الوطني الذي هو الان قد دخل الى مدينه الحديده لاستكمال التحرير حتى وطرد هذه الميليشيا من المدينه ومن الميناء ومن المحافظه ومن اليمن، لان اليمن الان في جبهات متعدده، في كل اليمن كله جبهات او اغلب المناطق التي لا زال الميليشيا فيها كل الجبهات مشتعله فيها. فما ليس هناك من خيار سوى الاتجاه على التحرير وعلى التحالف ان يتحمل مسؤوليته الانسانيه وحقوق الجار، ان يكمل مهمته من اجل الشعب اليمني اذا كان جاء من اجل الشعب اليمني. شكرا لك دكتور احمد علي وهان من مأرب البحث السياسي، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام اليكم تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقه هذا المساء الزميل وديع عطف. يا